كذا بكل قوة وجدارة، لكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الجيم العظيم بين إند بوينت وهيت، لكن صراحة أنا ما زلت محتار، لكن في حال أنه ما صار في أخطاء من عند إند بوينت وما صار عندهم زي ما قلنا اللي هي المعنويات ضعيفة، أنا أضمن لكم أنهم بيفوزون. والعكس عندكم هيت، إذا استمروا على حماسهم هذا لأنهم فازوا أكثر من 3 جيم وراء بعض، أنا أتوقع أنه بيكون يعني حرفيا ما في أحد يقدر يتوقع مين اللي بيفوز بين هذول الجيمين. جدا جدا صعب توقع المباراة الآن. شوف فوريس، لكن ريليتيك ويف قدر أنه يعطي الكرة دخول مزدوج، وهذا شيء ما نحب نشوفه خصوصا في بداية المباراة. لكن ريليتيك ويف صدم اللعب الأخير، أرشي عنده إمكانية وعنده فرصة تسديده لكن ضعيفة جدا وما فيها دقة كافية. فوريس طلع للكورة لكن بعيد، أرسنال تميل وسط الملعب، ميتسا يناول، يا سلام على ال 1 2 3 ولسه مستمرة، لكن سوى فليب خاطئ لأنه ما كان عنده البوست الكافي وما شاف أنه في فرصة أنه يسددها بالشكل الصحيح أو الشكل المناسب. 4 دقائق متبقية على زمن المباراة، باركا يحاول فيها، ريزرز بعيد جدا على الكرة في أنه يكملها، أرشي مرة ثانية عنده لمستين لكن تخليص على طول الملعب فريق الخصم. صراحة الضغط ما زال يعني حماسي، ما أتوقع أن في أي توتر وما في أي إحباط عند إند بوينتس. أتوقع أن شوفوا هذه الهجمة عند فوريس الآن، يعني شوف كيف أرتشي بكل هداوة، لا أنا أتوقع أن بيثبتون لنا إن شاء الله أنهم بيلعبون بلعب حماسي ونظيف، مع أن أساساً هم أصلاً أبطال ما يحتاج يعني هذا الشيء. أنا ثقتي فيهم هم مهيت انهم بيقدمون اداء ان شاء الله حلو. يا عيني شوف كيف التيم بليز، صراحه انت بوينتس قاعدين يبهروننا صراحه بكثره التيم بليز. يا ساتر الغلطه، ممكن نشوف هذه مرتده 2v1، ممكن نشوف بومب. يا عيني عليك يا متس، قلنا لكم ممكن بومب. يا عيني هذا اللعب الرايق، هذا اللعب الحماسي، هذه الانطلاقات اللي نبيها. يا عيني رغم انهم تاخروا يعني بدقيقتين، لكن هذا يعني لكم ان الجيم حماسي وشيء صعب انك تسجل هدف بين الفريقين هذول اللي انت قاعدين تشوفونهم. غلطة كبيرة من فوريس خلت ريزرز في موقف جدا جدا صعب، حتى انه متسانورس لحقه وخل يعني نط بسيارته قدامه عشان لا يرجع على المرمى، ولكن الان يمكن فوريس يعوض او لا، لكن متواجد في الدفاع متسانورس بشكل اكثر من رائع. ريتنج ويف الان لمسة اولى، في لمسة ثانية لا بعيدة عن ريزرز في موقف صعب جدا، بتأخير نتيجة 1-0، ولكن الوقت اكثر من كافي بكل صراحة انهم يرجعون الى اجواء المباراه ويجيبون فيها التعادل. باركا تمرير الوسط الملعب الان، ارشي مره اخرى في الادوار الدفاعيه يقدر يخلصها بشكل صحيح، من سانورس يسدد لكن ريزرز في الجدار الخلفي من باركا. باركا عنده فرصه انه يمرها وسط الملعب، اللمسه الاولى هل في لمسه ثانيه او لا، بياخذ الفيفتي. يا سلام عليك، يا استمراريه باللعب، لكن من سانورس ينهي يعني الهجمه الاخيره ويكمل معها ويسدد لكن بعيد عن المرمى. يا ساتر يا جماعه، شوفوا كثره محاولات تسجيل اهداف الدبل تاب من بين الفريقين. يا عمري شوفوا كيف جالسين يحاولون يسجلون اهداف دبل تاب، سيلينج جامب ريست، تيم بليز، يحاولون انهم يستخدمون جميع المهارات عشان يتقدمون لو فارق هدف، لان المباراه هذه حماسيه لابعد درجه. لكن صراحه صفقه الارتشي على هذا الهدف الاسطوري، شوفوا كيف قدر يكنتر الكوره، راح للسيلينج وقدر يسجل الهدف ويوسع الفارق بهدفين مقابل لا شيء في اول 3 دقائق على بدايه المباراه في الجيم الاول. يا جماعه الحماس زاد، مع اني توقعت انه بيكون في احباط عند اند بوينتس، لكن جالسين نشوف مستوى اسطوري رغم ان الحماس كان مفترض انه يكون عند هيت اكثر لانهم فازوا اكثر من اند بوينت. لكن شوفوا الضغط، شوفوا محاوله ارتشي انه يسجل هدف ريباوند، لكن ريزر يكنتر، ممكن نشوف هذه هجمه 1v1. يا عيني على البلوك، يا ساتر يا ميتس، شوفوا التيم بليز. يا عمري ايش ممكن نشوف، يا ساتر يا كثره التيم بليز في هذا الجيم. يا عمري يا عمري كثره المايند جيمز والتفجير والتيم بليز تلقاها عند هيت وعند اند بوينت، ما تلقاها عند فريق واحد بس، تلقى الضغط عند الفريقين، ما هو فريق واحد عليها استحواذ. شوفوا كيف التيم باس، شوفوا كيف التيم بليز، شوفوا كثرة الباسات كيف، شوفوا قوة الدفاع. والله انا ما ادري ايش اقول من قوه الحماس. في بس مساحات كثيره في وسط الملعب. يا سلام عليك يا باركا، توني اقول انه هذه المساحات استغلوها بشكل مباشر، شو كيف مساحه في وسط الملعب، ريتا تمسكها اجبر اللاعبين انهم يطلعون، وباركا كان في المكان الصحيح بعد التمريره الاكثر من رائعه، والنتيجه الان 2-1 لمصلحه فريق اند بوينت. دقيقة و28 ثانية تفصل عن نهاية المباراة الأولى في هذه السلسلة، والمباراة يعني أكثر من رائعة بكل صراحة. نحن شفنا أنه الحماس والإثارة في مباراة اس اس جي واند بوينت، والآن يستمر الحماس والإثارة في مباراة اند بوينت مع هيت. لكن الآن الخطأ الواحد بألف خطأ،
مباراة الإقصاء من البطولة كاملة. مين بيكون الفريق اللي بيتأهل معنا للجولة القادمة؟ إن بوينت أو هيت وأرشي الآن بالهدف الثالث. إن بوينت زادوا الفارق. خلونا نشوف الآن قد يكون الخطأ الدفاعي أو خلينا نقول سوء قراءة الكرة السابقة من ريزرس وقدر إنه يسجل فيه أرشي الهدف الثاني له في هذه المباراة. صراحة كانت حركة جدا اسطوريه من ريلتنج ويف لما جاء يسدد الكره على المرمى، سوى سايد فليب بحيث انه يخلي الكره لزميله. يا عيني يا عيني يا فرس، شوف كيف قايل لكم الضغط ما زال مستمر، المباراه ما تبي تنتهي، الفرق هدف هدفين، لا يبون يوسعون الفارق، لكن هي تصدقوني انهم بيجيبون النتيجه وممكن يسوون كومباك، لكن بنفس اللحظه انت بوينتس جالسين يلعبون من 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 القلب يعني. فما تدري التوقعات مرة احيانا تكون عند هيت، احيانا تكون عند اند بوينت بسبب قوه اللعبه اللي احنا جالسين نشوفهم. يعني هجمه تكون لصالح هيت، هجمه تكون لصالح اند بوينت. يعني المستوى صدقوني انه بيكون خارق في الاجيام الجايه، اذا هذا المستوى جالسين نشوفه في اول جيم، والمتعارف عليه انه في اول الجيم دائما يكون المستوى ما هو بكامل المستوى، فصدقوني ان الجيم الجاي ومن بعده بتشوفون المباراه حاميه لابعد درجه. طبعا المباراة الجاية بتكون أكثر حماسة. الآن الفوز الإند بوينتس يعني لمصلحتهم بشكل كبير، لأنه لو ضمنوا 3v3 الأولى بيخسرون في الغالب، أو خلينا نقول في تخوف كبير أنهم يخسرون في مواجهة الـ 1v1، لأنه اللاعب ريزرس مع فريق هيت اللاعب القوي جدا في الـ 1v1. ففوزهم الآن في مباراة الـ 3v3 بيعطيهم أريحية كبيرة ويرفع من معنوياتهم بشكل كبير. فالآن نشوف الانتنج ويف يطلع للكورة، ريزرس يعترضها بشكل صحيح، أرشي تمريرة للانتنج ويف ايش بيقدر يسوي فيها، لكن بعيد عنها متسانوريس، لمسة أولى لمسة ثانية لكن لا بعيد عنه. والآن تنتهي المباراة بعد البنش، خلينا نقول المحاولة الأخيرة، الأمل الأخير لهم بالبنش الأخير، لكن الكرة لا زالت مستمرة، باركة صفر لكن بعيد عنا للأسف، لكن الكرة لا زالت مستمرة الآن، 10 ثواني تقريبا مرت على زمن المباراة والتايمر يعني صفر من أول، وكذا تكون نهاية المباراة الأولى لمصلحة فريق اند بوينت. مبروك لهم فوزهم في المباراة الأولى في هذه السلسلة، لكن أنا متأكد يا وجيه أن المباراة الجاية بشكل كبير بتكون 1v1، لأنه زي ما شفنا في المرة السابقة أنه هيت لما يخسر المباراة الأولى زي ما خسرها ضد روك يبقى يضمن المباراة الثانية من ناحية الـ 1v1، فالمواجهة في الغالب بتكون ما بين ريزرس وما بين ريليتنج ويف. صراحة اختيار جيد، لكن أنا باختياري إني أقول ممكن أنها تكون 2v2، لأنه بيكون في توتر شوي، وصراحة ودنا يعني لو نرجع كذا بشيء بسيط في الجيم اللي فات، لو نلاحظ أن إند بوينتس رغم أنهم جايين من خسارة إلا أنهم داخلين بقوة، داخلين بقوة، ولو تلاحظ أنهم يحاولون قدر المستطاع أنهم يكثرون من التفجيرات ويتدخلون، يعني بدل ما يخلون واحد دفاع واثنين هجوم، لا يحاولون قدر المستطاع أنهم يكونون اثنين هجوم وواحد في النص، ويحاولون بعض الأحيان يتقدم في الهجوم مع اللاعبين، بحيث أنهم يحاولون يتقدمون على هيت، رغم أنه يعني ترى هيت ما هو لاعب، ما هو فريق سهل. صح. يعني صراحة ممكن نقول سبب خسارة هيت هذا الجيم أنهم قاعدين يدافعون أكثر من اللازم. طبعا فريق إند بوينتس خسر المباراة السابقة، ويمكن هذا يكون الدافع المعنوي اللي أخذوه من خسارتهم ضد SSG، خصوصا أنه زي ما كنا نتكلم ونعيد ونكرر أنه هذه مباراة الإقصاء، يعني حاليا الخاسر من هذه المواجهة بيكون رابع فريق يقصى عندنا من موسم الجيمرز في أكبر بطولة لعبة روكت ليج. لكن زي ما قلت لك اختيار جيد، ريزرس ضد ريليتنج ويف، لأنه لما خلينا نقول عندك أفضل لاعب أو أحد أفضل لاعبي الونس في العالم، مو بعشوفها على طول لسه ما مداني أتكلم أنه أحد أفضل لاعبين الونس في العالم وتفرط فرصة أنك ما تلعب 1v1، هذا يعني شيء خاطئ بشكل كبير. وزي ما شفنا الآن على طول ريزرس سجل الهدف الأول في أول 7 ثواني، لكن أعزائي المشاهدين الـ 1v1 الوقت فيها يمر ببطء شديد جدا، يمكن أكثر مباراة يمر فيها أو يمكن أطول مباراة تحسها أطول مباراة من كثرة الأهداف، وبرضه من التوتر اللي يحصل للاعبين والقرارات اللي لازم يتخذونها في أقل
من أجزاء من الثانية. يا ساتر شوفوا كيف الفليك عالي من ريزر يا عيني، لكن عرف كيف يتصرف معها ريلتينج ويف، لأن الفليك عالي مرة لكن عرف كيف يتصرف معها، لكن تحسب له ريزر على التدخل اللي قبل شوي، ما حاب يعطي ريلتينج ويف أي مساحة بحيث أنه ما تجي هجمة مرتدة. يا عيني إيش ممكن نشوف من ريزر؟ ممكن نشوف إير دريبل. يا عيني جمبر ست كالعادة ولا ما شوف جمبر ست؟ يا عيني قدر يعطيه جمبر ست، لكن المرة هذه ما استخدم الجمب بحيث أنه يحطها فوق، قدر يلعب على ريلتينج ويف ويسوي فيك جمب ريست. صراحة حركة جدا أسطورية من ريزر، بنفس الوقت كانت محاولة جدا أسطورية من ريلتينج ويف، لأن أصلا بالعادة ريزر دائما إذا سوى جمب ريست يحط الكرة فوق أو في زاوية صعبة أو يحطها فوق اللاعب، فالمرة هذه ريلتينج ويف قدر يسوي اللي عليه ويتوقع، لكن للأسف ما حالفها الحظ. لكن شوفوا كيف التردد السريع اللي كان عند ريزر، لكن عرف كيف يستغل الغلطة هذه ريلتينج ويف. يا ساتر يا ساتر المباراة في أول دقيقة 3 أهداف تقريبا أو في 50 ثانية، صراحة أنا أحس بيكون في رد عند ريزر في هذه المباراة. أي طبعا بيكون عنده رد، وأنا أتوقع أن يكون خلي يقول رده شوي قاسي، لكن الآن ريلتينج ويف معلق عليه الأمال بحيث أنه لو قدروا يأخذون طور الـ 1v1 من هيت، أنا أتوقع أنه هيت خلاص بيفقد المعنويات والأمال بشكل كبير، لأنه الحين حاط كل أماله على ريزرز في انه يعادل نتيجه السلسله هذه. بس خلينا نشوف ريتينج ويف بعيد الكره عنا، اخذ التحدي صحيح، اخذ البوست من الان، ما يقدر يشوف ما عنده اي بوست، خطا من ريزرز، لكن ما كانت تسديده بالجوده المطلوبه في لكي يعادل النتيجه. لكن الان ريتينج ويف لا يزال مستمر في الهجمه، ريزرز في زاويه الملعب ما هو قادر يطلع، عنده البوست الكافي، عنده 100 بوست، ماخذ اريحيته وقاري اللعب بالشكل الصحيح، والان الكوره لمصعد فريق الهيت. شوف الى سيلك ايش بيقدر يسوي، تسديده صاروخيه، يا سلام عليك يا ريزرز، هذا اللي انا كنت اقوله، سوى اللي عليه ريتينج ويف بصراحه، لكن صعب انك تتوقع. يعني الان حط نفسك في موقفه، وين بيروح؟ يمين يسار زاويه فوق زاويه تحت، صعب جدا انك تتوقع هذا الشيء، وبكذا ريزرز يزيد الفارق لهدفين. صراحه الهجمة الأخيرة هذه تحسب للاعبين كلهم، لأن ريزر حط الكرة في المرمى. شوفوا كيف، يا ساتر ريلتينج ويف، يا الله يا الحماس يا جماعة، شوفوا كيف ريزر استبعد البوست وقال الكرة أهم وحب يستعجل في الفليك بحيث أنه يسجلها في المرمى، لكنه ما قدر. الهدف اللي قبل شوية يا جماعة رغم أن ريلتينج ويف صدها، لكن قدر ريزر يصدها، لكن ممكن شوف هذه، يا عيني على البلوك، يا ساتر حاول أن يسوي جمب ريست لكن الجمب للأسف ما جاء، وقدر ريلتينج ويف يبلك ريزر، لأن ريزر لاعب جدا اسطوري في الدفاع، لكن ريلتينج ويف عرف كيف يبلك له وعرف كيف يلعب عليه وقدر يسجل الهدف الثاني، والفارق الان اصبح هدف واحد فقط، 3 أهداف مقابل هدفين لصالح ريزرز. اخذ 50 سليم جدا ريلتينج ويف، الان كل ماله يقرب الى معادله النتيجه، وشوف كيف تصديم، يا سلام عليك، وهذا التعادل، هذه العدائيه الصحيحه، العدائيه الذكيه، شوفوا كيف قدر يخبط السياره، صدم ريزرز مرتين على التوالي، وبكذا نشوف تعادل في النتيجه. رجعنا اعزائي المشاهدين لنقطه الصفر، ولا تزال على نهايه المباراه 3 دقائق، يعني تخيلوا 6 أهداف في دقيقتين بس تقريبا من زمن المباراة عندنا أو المباراة الثانية، لكن الآن كلهم يسوون فيك، ريلتينج ويف ايش يقدر يسوي؟ يفلك ولا ما يفلك؟ وفلك، يا سلام عليك يا ريلتينج ويف، بس الشيء المضحك انه كلهم انتجهوا للفيك، صحيح كل اللاعبين كان عندهم نفس التفكير، لكن اللاعب الأقرب للكرة كان ريلتينج ويف، وقدر انه يسجل فيه هدف التقدم الآن لاند بوينت. وبنفس الوقت في المباريات اللي فاتت قد قلنا لكم ان الحركة هذه تسمى هو معروفة بالفيك كيك اوف، لكن هاي ريسك هاي ريورد، بمعنى يا تخيب يا تصيب، يا يعني تكون لك جائزة كبيرة أو أنك تخسر الجائزة هذه ويكون هدف عليك، وزي ما شفنا هاي ريسك هاي ريورد صارت ريلتينج ويف جاب الهدف، ممكن نشوف هذا ريزر يرد عليه لكن القائم يطلعها برا، يا ساتر ريلتينج ويف حاول يفجر ريزر، تصرف سليم، ممكن نشوف هذه هدف، يا عيني عليك، صراحة لاعبين أذكياء لأبعد درجة، شوفوا كيف تصرف اللاعبين، يعني على قلة البوست اللي يملكونها اللاعبين، لكن شوف تصرفهم كأنهم يملكون 200 بوست مو 100 هو بس، شوفوا كيف لاعب عنده 0 بوست فجأة يطب على الكورة بدون خوف، يا عيني على الريست، شوف كيف التدخل من ريلتينج ويف، هذه اوبن جول لو ضاعت ممكن يكون كارثة، يا عيني لا لا هذه سهلة على ريلتينج ويف، ريلتينج ويف يسجلها ولا يبالي، يا عيني الفارق زاد يا فلاي لصالح ريلتينج ويف، صارت النتيجة ضد ريزر، ايش اللي متوقع انه بيكون في حال ان صارت النتيجة 5 مقابل 3 أهداف والنتيجة قلنا لكم نتيجة 5 مقابل 3 أهداف والوقت باقي 2 دقيقة على نهاية المباراة. الحين شفنا انه في قلب لمجريات المباراة، قلب النتيجة، ولو ريلتينج ويف الان
خلينا نقول يطلع بصوره مره خلينا نقول قويه جدا، بحيث انك لكن الان الفيك انا سكتني انا ما بكمل. بعد الفيك اللي راح ريزرس هذا الشيء خلاص شال كل الكلام اللي كنت بقول على ريتيك ويف، وبصراحه فكر انه بيسوي فكر انه يسوي فليب ويرفع فوق اللاعب، لكن نزل تحته بذكائه وحكته. انا توني كنت بقول انه لو حصل وفاز ريتيك ويف بتكون مو صدمه لكن بتكون اثبات انه احد افضل اللاعبين الونس حاليا عندنا في لعبه تركي ليج، خصوصا ان ريزرس احنا دائما نتكلم انه الافضل، ريزرس دائم انه اللاعب اللي يطلعونه لانه 100% ضامنين انه يفوزون في طور ال1 في 1، لكن الان شفنا الى الان نشوف شيء يعني مخالف للتوقعات، لكن لا يزال الوقت مبكر، دقيقه و34 ثانيه على نهايه زمن المباراه، وريليتنج ويف الان يحاول ياخر الوقت او انه يضمن هدف، يحاول يروح يفجر لكن هذا خطا، لكن تسديده ما كانت بالدقه المطلوبه. 26 بوست الان ريتنج ويف 100% للريزرز، وقدر ياخذ الفيفتي بشكل صحيح. هل الريكفري احسن منه؟ لا، الريكفري كان صحيح لكن الزاويه كانت ضيقه جدا انه يسجل الهدف، والكوره مستمره، هذا هدف مؤكد 100% للريزرز، وقدر فيه يعادل النتيجه الى 5-5. صراحه كان اداء جدا اسطوري، وريزرز يعني اكيد واحد من اقوى اللاعبين، فعشان كذا ما حب انه يفقد الامل بسرعه، لان اصلا يعني اكيد على كثره الاجيام اللي هو قد لعبها بال1 في 1 يعرف انه قد صارت كومباكات كثيره في الاجيام، فعشان كذا ما حب انه يفقد الامل. لكن ممكن نشوف يا عيني على الريكفر من ريلتنج ويف ريزرز، رغم انها كانت الافضليه ريلتنج ويف، لكن ايش ممكن نشوف هذه الهجمه؟ في الهجمات اللي فاتت كنا نشوف جيم برست، لكن المره هذه دفه بالاير دربل، لكن للاسف توقعها ريلتنج ويف، لا قدر يشوتها على الزاويه البعيده. للاسف ريلتنج ويف توقع انه بيسوي اير دربل، لكن ريزرز ما سوى اير دربل، اعطاها شوته كذا في الزاويه البعيده، لدرجه انها الكره ضربت القائم ودخلت المرمى، فهذا يعني ان الجهه هذه كانت عكسيه او في الجهه المقابله عند ريلتنج ويف، هذا الشيء بيكون صعب جدا انه يقدر يلحق الكره. اعطاه مساحه كبيره، وتوقع زي ما قالوا انه يروح للاير دربل، لكن لا اخذها بالباور شوت وقدر انه يسجل فيه الهدف السادس. الان النتيجه رجعت لمصلحه ريزرز، والان النتيجه تزيد لمصلحه ريزرز. يا سلام عليك يا شو، شو كيف القراءه، شو كيف الذكاء، قدر يعتذر الكوره بالشكل خلينا نقول بيرفكت بالمناسب، يعني شكل ما في احسن منه، وبكذا زاد الفارق لهدفين على اخر 34 ثانيه، ما هي مستحيله ابدا للريتنج ويف، لكن مع مضي كل ثانيه من زمن المباراه الامال تتلاشى، واند بوينت بيحصل نفسه متعادل في نتيجه هذه السلسله. الان يحاول عطى الكوره ريزرز، ريزرز يرجع بالكوره ياخر وقت، بدا ياخر يضيع الوقت، كان يضيع الوقت، وهذا هو الشيء الصحيح والشيء اللي خلينا نقول اي احد مكانه بيسويه حاليا. صراحه فعلا يعني مهما كنت في نهائي بطوله قويه زي هذه ما بقى الا وقت قليل على نهايه المباراه، ممكن نشوف هذه هدف في اخر 10 ثواني لصالح التقويف ولا لا، لكن كان تدخل عنيف من ريزرز، ممكن نشوف هذه هدف يا عيني، لكن ريزرز شوفوا كيف سرعه الريكفري عنده، لكن قدر ينهي المباراه بنتيجه 7 مقابل 5 اهداف. صراحه كان مستوى خارق من قبل اللاعبين، سواء كان من ريلتنج ويف او من ريزرز، صراحه كان اداء تبيه بالدفاع او بالهجوم، كل واحد ادى اداء مختلف. لو نلاحظ في بدايه الجيم ريزرز كان يحاول انه يسوي فلكات قدر المستطاع، ولو تلاحظون الفلكات كانت جدا عاليه، لكن بعد منتصف الجيم قام يسوي بدل من الفلكات يسوي فيك فلك، بحيث انه يكنتر الكوره بعدين يسوي فيك، وهذا الشيء اللي تقريبا نقدر نقول انه وسع الفارق، بحيث ان هذا الشيء عشان نثبت لكم انه بال1 في 1 استخدام العقل اكثر من المهارات. بس بكل صراحه تحيه كبيره للريتنج ويف، قدم مستوى جدا رائع، ريزرز كان متقدم رجع بنتيجه المباراه للريتنج ويف، بعدين ريزرز قدر يرجع خلينا نقول المباراة لمجرياتها ويحقق الانتصار لمصلحة فريق هيت. فالآن رجعنا مرة ثانية لنقطة البداية، 1-1 بنتجه للثلاثة اند بوينت، قدم مستوى جدا رائع في المباراة الأولى، وإذا استمر بالمستوى نفسه أنا أتوقع أنه بيحقق الانتصار في خلينا نقول في المباراة الثانية عنده أو المباراة الثالثة في هذه السلسلة، وبعدها بنضطر نتجه إلى الـ2-2. لكن خلينا نستعجل في مجريات المباراة، صعب أننا نتكهن بنتيجة المباراة، لكن بالنسبة لكوجي أنا أشوف يمكن هي تقدر يحسن من أخطائه، بس صعب أنك تحكم لأن المباراة الأولى ما كان فيها الأخطاء الكثيرة اللي شفناها. صحيح،
فعلى طاري جيم ال 3 في 3 يعني تتكلم عن أداء جدا خارق. في جيم ال 1 في 1 نفس الحكاية، كان جيم جدا خارق، فهذا يعني أنه بيكون في مستوى عظيم بجميع الأطوار، سواء أنت بيها 1 في 1 أو 2 في 2 أو 3 في 3. فبتكون الأيام الجاية أيام حماسية. بدينا الجيم الثالث، ممكن نشوف هذه هدف ولا ما نشوف هدف. يا ساتر، الريكفري عند ريزر يا جماعة، الريكفر عنده ما هو بهي، ممكن نشوف هذه تيم بلاي. يا ساتر يا فورس، يا عيني يا ساتر، شوفوا كيف الريكفر يا جماعة، يا ساتر شوف الرد من فورس، كيف قدر يخلي الهجمة بدل ما تكون عليهم صارت لهم. وباركا كان جاهز لهذه الهجمة وقدر يسجل الهدف الأول في أول 21 ثانية بهدف واحد مقابل لا شيء. لكن لا تنسون ترى احنا في بداية المباراة الجيم الثالث، فلا أحد يكون عنده فقدان الأمل، وخلوا ثقتكم كبيرة. ما راح أقول خلوا ثقتكم كبيرة بهيت ولا بإند بوينت، لأن صراحة ما أحد يقدر يتوقع من حماس وقوة المباراة. بداية رائعة جدا لفريق هيت بإحرازه للهدف الأول. يمكن نشوف شيء معاكس الآن، يمكن هم يفوزون في الطور الـ 3 في 3 أو 3 ضد 3 ويتجهون الاثنين ضد اثنين، لكن 4 دقائق و20 ثانية تفصلنا عن خلينا نقول القرار أو الحكم الأخير لنا. فريزرس الآن يحاول ياخذها على لمستين بعيدة عنه، ريليتنج ويف يستنى الكرة أنها تنزل له، لكن ما عنده البوسكافي يخليها مثل سانورس تمريرة مرة ثانية. شوف 1 2 3 يا ساتر، باركا مرة ثانية يعتض الكرة، والآن هجمة مرتدة لمصلحة فريق الهيد، يصفر عنها هدف أو لا، لكن بعيدة الكرة عن ريزرس. ريليتنج ويف يحاول فيها يطلع فيها مثل سانورس، مثل سانورس عنده لمسة ثانية لا بعيدة عنه. ريليتنج ويف آرشي الآن يعتض الكرة، لكن ما قرر الارتداد بشكل صحيح وكانت بعيدة جدا عنه. فالآن هجمة مرتدة يحاول فيها آرشي تمريرة، ريليتنج ويف منه الأقرب، يا ساتر التوقع، مرة ثانية يعتض الكرة من بدري، هذه يمكن المرة الثالثة أو الرابعة اللي نشوف باركا يعترضها بشكل صحيح. يا ساتر، هذا هو 3 في 3 يا جماعة، يعني المطلوب منك أنه يكون توقعاتك كثيرة، بحيث أنك مو فجأة تقول أوف ما كنت أدري، لا، المطلوب منك سرعة ردة فعل زي ما أنتم شايفين، سواء من هذول الفريقين أو غيرهم. شوفوا كيف سرعة التدخلات وسرعة الريكفر وسرعة ردات الفعل، زي ما قلنا فجأة الكرة تلقاها بشكل غير متوقع، لكن اللاعبين يتوقعونها، حنا كمعلقين حنا كجمهور ما نتوقع هذا الشيء إنه بيكون، لكن اللاعبين يكونون متجهزين لهذا الشيء حتى لو إنه ما كان متوقع، ومهما كان سواء كان معقول ولا مو معقول. شوفوا كيف سرعة اللاعبين، شوفوا كثرة التيم بلايز، ممكن شوف هذه هدف، شوفوا كيف ردة فعل باركا في الدفاع، رغم أنه كان التيم بلاي صعب ومن أصعب الأشياء اللي ممكن تتوقعها. التيم بلايز لما تكون 1 2 3 يمين يسار، ممكن نشوف هذه 1 2 عند آرشي، آرشي يجلي الكرة لكن الهجمة انقتلت، لكن التدخلات ما زالت موجودة. آرشي يعطيها ريلتنج ويف، ريلتنج ويف ممكن يحطها على المرمى، ممكن نشوف دبل تاب، لكن يا ساتر يا الدفاع، شوفوا كيف الدفاع مقفل، الدفاع يقول لك ما نبي أي كرة تخش في مرمانا. ريزرز ايش ممكن يسوي؟ يا ساتر يا الفيك، ايش ممكن يصير؟ يعني على الضغط، الضغط ما زال باستحواذ الفريقين 50%، انت صفنا تقريبا الجيم والنتيجه ما زالت 1-0. ممكن نشوف الهدف الثاني، لا الله يا الحماس يا جماعه، ايش ممكن نشوف هذه المباراه؟ ايش الحماس هذا اللي جالس يطلع؟ ايش المستوى هذا اللي جالس يطلع من الفريقين؟ ممكن نشوف هذه 1 2 يا ساتر الجمب ريست، يا الله ايش ممكن نشوف؟ يا ساتر يا ساتر، وش اللي قاعد يصير؟ جاب دبل، خلينا نقول اللمسه الاولى، بعدين جاب منها دبل ريست، دبل ريست، يا جبري ريست، جبري ريست، ما والله لاعب ما هو طبيعي ريزرز ابدا، لكن الهجمات لا تزال مستمره. دقيقه و50 ثانيه الان تفصل عن نهايه المباراه، فوريس في هجمه فرديه ينزل تحت اللاعب، لكن مثل نورس متواجد، يلمسها اللمسه الاولى، تمير وسط الملعب، يا سلام عليك، بعيد على الاتيك ويب، حاول فيها بكل صراحه. فالان الهجمه لمصلحه فريق هيت، ايش بيقدر يسوي فيها فوريس؟ خلاها ريزرز، ريزرز سدتها على طول، وارشي متواجد في الجدار الخلفي وبكل اريحيه يقدر يثبت وياخذ وقت. يا سلام عليك، يا سلام الفيك، طلع لاعب واحد من فريق هيت، وبرضه الان ريلتيكوف يستمر بالكوره على دبل تاتش، لمستين يحاول ينزل فيها، وتفجير، خلينا نقول دبل تفجير لمصلحه فريق الهيت الان، والكوره لا تزال في ملعبهم، ولكنهم مسيطرين على النتيجه، لا تزال النتيجه 1-0. والان ايش بيقدرون يسوون؟ هل بيحرزون هدف التعادل او لا؟ او بنتجه لل 2 في 2 ويكون الهيت هو عنده أفضلية المباريات في هذه السلسلة. تمرير وسط الملعب لكن بعيدة جدا عن فوريس، باركا ايش يقدر يسوي فيها؟ يقدر عنده فرصة، لكن القائم الآن يأبى أنها تدخل، فوريس تسديدة مرة ثانية، بس ريليتنج ويف متواجد. الدفاع من كلا الطرفين بكل صراحة ممتاز بشكل كبير جدا، بحيث أنه ولا أحد من الطرفين يقدر يسجل حتى هدف واحد. يا ساتر، تلاحظون حتى الأخطاء قلت بشكل كبير جدا، عندكم إنت بوينت، صح أن الجيم اللي فات كانت خساراتهم أغلبها كانت بسبب الأخطاء، لكن الأقيام هذه اللي جالسين يشوفها
الحين كلها باقوى المستويات، سواء كان الفريق هيت ولا انت بويت. شوفوا كيف التيم وورك يا جماعه، شوفوا كيف ال1 2 3. شوفوا متس عطاها ارتشي، ارتشي راح للسيلينج عطاها جنب الريلتنج ويف، لكن الريلتنج ويف كان جاهز لها وقدر يسجل هدف التعادل. هدف التعادل الان لمصلحه فريق ان بوينت، 1-1، 31 ثانية تفصلنا الان عن دخول الوقت الاضافي في المباراه الثانيه عند ثلاثه في هذه السلسله. لكن تشوف تفجير على طول، متس نورس يسدد في زاويه صعبه، لكن يا سلام عليك يا باركا، قدر يتصدى للكوره والان باركا يطلع في اللمسه الاولى. هل في لمسه ثانيه ولا؟ ارتشي يحاول يمرر وسط الملعب وهذا الشيء اللي صار. فوريس يخلص الكوره نتجه لزاوية الملعب، متس نورس الان، يا سلام شوف كيف التدخل السريع، وعلى باركا حاول فيها لكن بعيدة جدا. ريليتي جويف تمرير وسط الملعب، متس نورس يرفعها فوق تنزل تحت، لا 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 ايش ممكن يصير؟ يا سعيد لا تزال مستمرة، لا يا جماعة ايش ممكن يصير؟ لا لا لكن لا تنتهي وننتج الى الوقت الاضافي. بصراحة هجمة أخيرة مليئة بالحماس والإثارة. يا ساتر يا جماعة، اوفر تايم بطعم فوز لصالح هيت بسبب الهجمة اللي قبل شوي صارت، لكن ممكن تكون عكسية، ممكن نشوف عكسية. ريلتنج ويف ايش ممكن يصير؟ لكن لمسة الدبل تاب صارت ضدهم للأسف. ممكن نشوف هذه هجمة مرتدة لصالح هيت، ايش ممكن يصير؟ يا عيني على ال 1 2. شوف كثرة التيم بلايز صارت كثرت لصالح اند بوينت، لأن عرفوا ان هذا الشيء بيعطيهم دافع معنوي وحافز بنفس الوقت، وهذا كله اصلا بيكون شيء بيسهل عليهم الأهداف أساسا، وزودا على اللي بيسهل عليهم الأهداف بيكون اصلا شيء صعب بالنسبه للمدافعين سواء كان اللي ضدهم هيت او غيره. اي هدف تيم وورك بيكون صعب للمدافع توقع اي شيء يصير من التيم باسز، لان ممكن يكون 1 2 بعدين يعطي فيك، ممكن 1 2 ينشبها في الزاويه، ممكن يكون هذه هجمه مرتده. يا عيني ريزرز بكل روقان وبكل هداوه اوفر تايم، تقريبا وصلنا دقيقه من بدايه الاوفر تايم، ايش ممكن يصير؟ هجوم ودفاع خارق ما بين الطرفين، ممكن نجلس 10 دقائق في هذا الجيم، ما عندنا مشكلة في الأوفر تايم هذا، لكن إيش ممكن يصير في هذا الجيم؟ ممكن لمسة أسطورية من باركا، لكن العارضة للأسف تصدت الهدف، ممكن شو هذه ممتدة، أرتشي استعجل فيها للأسف، ريزر يعطيها كنترول، إير دربل ممكن بلوك، إيش ممكن يصير؟ يا ساتر التدخلات العنيفة من بين الطرفين، يا الله يا الحماس، الكرة ما زالت مستمرة. كرة زال مستمرة الآن في ملعب الإند بوينت. هجمات خطيرة، العارضة أبت أنه فريق هيت يفوز في طور الثلاثة حاليا، لكن الهجمات لازم مستمرة. ريزرز يحاول فيها، يحاول يعترضها بشكل مبكر، لكن الآن ريليتنج ويف في هجمة فردية ياخذ التحدي لكن بعيدة عنه. متس نورس يرفع الكورة، يدور اللاعب في الوسط، يا سلام من الباك بورد، لكن باركا متواجد. أرتشي مرة أخرى تمرير وسط الملعب، لكن برضه ريزرز متواجد ومرة ثانية ينطلق بشكل فردي ويسدد على المرمى، لكن كويس أنه ريليتنج ويف كان متواجد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. فوريس الان يلمس اللمسه الاولى ولمسه ثانيه، والكره بشكل اكبر في ملعب فريق الاند بوينت، ما هم قادرين يخلصونها بالشكل الصحيح من ملعبهم، لكن خلصوها. الان ريليتنج ويف يسدد في زاويه ضيقه جدا، لكن ريزرز يعترضها بالشكل الصحيح، والهجمات مستمره من كلا الطرفين، قد ما تكون خطيره لانه يخلصونها في وقت مبكر، لكن القراءه الذكيه للهجمات والدفاع القوي لكلا الفريقين ما يخلي اي فرصه او اي خطا يسبب في دخول هدف. وصلنا تقريبا اوفر تايم لمده دقيقتين ونص، ايش ممكن يصير؟ يا ساتر الفيك، يا ساتر الجلا، ممكن هذه هجمه مرتده لصالح هيت. دقيقتين ونص يا جماعه على بدايه الاوفر تايم، ايش ممكن يصير في هذه الهجمه؟ تتكلم عن نتيجه المباراه 1-1 من ناحيه المباراه ونتيجه الجيم بعد، جميع المباريات 1-1، والنتيجه ما زالت برضه 1-1 في اوفر تايم، 3 دقائق الا ربع تقريبا، ايش ممكن يصير؟ وقلت لكم قبل شوي في بداية الأوفر تايم ممكن نطول في هذا الأوفر تايم بسبة الضغط القوي وقلة الأخطاء. ممكن نشوف هذا غلط، لا يا الله إيش صار لإند بوينتس؟ إند بوينتس سووا خطأ ما له داعي، الخطا الاول من ميتس والخطا الثاني من ريلتنج ويف بسبه انه ما توقع من زميله انه بيخطي هذا الخطا اللي ابدا ما حد توقعه، لكن نقدر نقول جي جي والف مبروك. الهيت صراحه كان اداء اسطوري للفريقين، لكن صراحه هدف اسطوري، استغل الغلطه ما كان في منطقه الدفاع حقهم، قدر يستغل غلطه ميتس وغلطه ريلتنج ويف. مباراة الثلاثة جدا كانت متقاربة، أقرب من المباراة الأولى، حتى أننا وصلنا يمكن لثلاث دقائق في الوقت الإضافي، يمكن وصلنا لثلاث دقائق في الوقت الإضافي، لكن أثبتوا نفسهم هيت أنه كان الأفضل في هذه المواجهة. لكن الآن أعزائي المشاهدين الطول اللي بعده يكون مؤكد، 2-2. المرة السابقة شفنا أنه باركا لعب مع ريزرز، لكن من ناحية الإن بوينت مين بيكون؟ ريليتنج ويف ضد ميتسانورس، بحيث أنهم يلعبون مع بعض دايم
بما أن أرشي كان بديل حاليا. صراحة ممكن نقول ميتس قصدك أنه يلعب، أنا ما عندي توقعات معينة من ناحية التوبي تو، لكن أنا أقدر أقول لك أنه ممكن يكون ريلتينج ويف مع أرشي ممكن ويكون ريلتينج ويف مع أرشي، لكن أنا بالنسبة لي تتوقع أنه بيكررون الشيء اللي سواه اللي هو كان باركا مع بس برضو كان مستواهم يعني جدا أسطوري. ايه فاهم، بس اقصد انه بيحاولون يكررون هذا الشيء. اي راح نتكلم عن امبويت حاليا لان امبويت ما شفنا منهم ال 2 في 2. عطنا توقعاتك. طيب انت انا قلت لك ريليتنج ويف يمكن يلعب مع ميتسا نورس او ميتسا، ممكن نفس التوقعات اللي قال باركا وريزرس، ممكن ليش لا. لكن صراحه اكثر شيء قارني في القبل اللي فات انه صار هدف الاند بوينت قبل الاوفر تايم، لكن قدروا يفوزون هيت الجيم الثالث. لكن بدايه الجيم الرابع بداية حماسية ما بين الطرفين، ريزرز وباركا ضد أرشي وريلتينج ويف. إيش ممكن يصير؟ صراحة لاعبين عمالقة ضد لاعبين عمالقة، نفس الكلام. صراحة الأخطاء كل ما لها تقل وتقل وتقل، وكل ما لها الحماس يكون أكثر وأكثر. فإيش ممكن يصير في الجيم هذا؟ رغم أن هيت لهم الأفضلية نوعا ما، بسبة مو بسبة المستوى، بسبة الحماس، لأنهم متقدمين بجيمين مقابل جيم واحد فقط. وشوف كيف الضغط من أرشي. أرشي يقول لا، في حماس، في تدخلات، في ضغط، ما في أي فقدان أمل لصالح إند بوينتس. لكن هذه هجمة مرتدة لصالح هيت، أعطاها فليك عالي. ريزرز كالعادة يسوي هذه الفليكات سواء في 2 في 2 أو في 3 في 3 أو في 1 في 1. صراحة أنا ما عندي أي توقعات من اللي بيفوز هذا الجيم، لأن الحماس واصل حده. صعب أنك تتوقع بصراحة من الفائز في هذا الجيم، لكن لو أضفنا مهارات ريزر في الون في ون يمكن تكون هي الفارق عندنا في هذه المباراة. لكن الآن الكورة مع باركا، إيش يقدر يسوي فيها ريزر؟ ريزر شوف كيف طلع عنده لمسة ثانية، هل أرشي بيقدر يقراها بشكل صحيح؟ نعم قدر يقراها بشكل صحيح، لكن الآن باركا عنده البوست الكافي وعنده كل شيء يحتاجه عشان يهجم، لكن تم اعتراضه بشكل مبكر. وخليني اقول راحت الفرصه لك، يا سلام عليك البوم. ريزرز الان في محاوله لكن العارضه تأبى، انه الهدف يدخل الان في 3:30 وصلنا لنهايه المباراه. باركا ياخذ ال50 بشكل صحيح، هل بيقراها ليرتقوي بشكل اصح؟ نعم قراها بشكل مناسب جدا، لكن زي ما تلاحظون اعزائي المشاهدين ما في اي بوست لمصلحه ريليتنج ويف. الان أرشي بما انه رجع للحياه بعد التفجير عنده 100 من البوست، فثلاث دقائق تفصلنا. الكره الان لمصلحه فريق الهيت، عنده كل الوقت اللي يلعب فيها بشكل صحيح. كان شفنا خطا من ريزرز لكن عوض بالتفجير، دبل تفجير من ناحيه فريق هيت. الان خلاص عندهم الاريحيه انهم يلعبون خلينا نقول الكره الملعب فريق الخصم. يا ساتر حرفيا، رغم ان تونا بادين الجيم لكن كثره التفجير من كل الفريقين حرفيا، انت بوينت وهيت قاعدين يفجرون بشكل كبير. جالسين نتكلم عن التفجير والتفجير ما زال مستمر، ما فجر تفجيره تفجيرتين وخلاص، شاف نفسه ما سجل هدف بعد التفجيره الاولى، قال اسف افجر المره الاولى والثانيه والثالثه لين ما سجل الهدف الاول لصالح هيت. صراحة مستوى حماسي لصالح الفريقين، تفجيرات لا نهائية سواء تبونها في أقيام الـ 1 في 1 أو أقيام الـ 2 في 2 أو أقيام الـ 3 في 3. تردد ما بين ريلتنج ويف وريزرز، يعني تعال تصدي يا ريزر بكل هدوء وروقان، على أنه كان معه فول بوست الآن لكن خسر بوسته للأسف. البوست مانجمنت كان عنده شوية، يعني كان مستعجل بحيث أنه يسجل الهدف بأسرع وقت. باركا يكون عند الكورة لكن قدر يرجع ياخذ البوست. ريلتنج ويف تدخل على الكوره، ممكن نشوف بلوك اسطوري، ممكن نشوف هذه هجمه مرتده لصالح باركا، هل بيحطها بالمرمى او باس؟ لكن أرشي قدر ياخذ الكوره، ممكن نشوف اير دريبل، ياخذ ريست يا عيني على الجنب الاول. لكن ريزر ما يمديك تعدي من عنده بسبه قوه دفاعه العظيم، لانه يلعب 1 في 1، ولا تنسون انه لاعب واحد من اقوى اللاعبين بالعالم في ال 1 في 1. ايش ممكن نشوف؟ يا عيني على الباس، يا عيني على الفيك، لكن أرشي قدر يتصداها. أرشي قدر يتصدى لها بشكل صحيح، وقدر انه يقرا الفيك اللي كان يسويه باركا، لكن الكره زال مستمره. الان صعب ان نتوقع مين الفائز، لكن هيت يعني ماسكين خلينا نقول الجزء الدفاعي والجزء الهجومي، كل الفريقين هجمه الكل. يا سلام عليك اللمسه الاخيره في العارضه، لكن أرشي قدر يوصلها بشكل صحيح. اللي كنت اقوله انه الدفاع من كل الطرفين جدا جدا في المستوى المطلوب والمستوى عالي، وبرضه الهجمات، لكن خلينا نقول في مساحات كبيره، في احترام من كل الطرفين للبعض. ما شفنا ما نشوف سرعه كبيره جدا في اللعب، نشوف سيطره وتثبيت اكثر من ناحيه كل الفريقين. فالان ريزرز تسديده صاروخيه على المرمى، أرشي متواجد لا يزال في الجدار يحاول يوديها الملعب فريق الخصم. باركا يثبت الكوره،
لكن ميدسانوريس يقدر عفوا ريليتنج ويف قدر يطردها بالشكل الصحيح. تفصلنا الان دقيقه وعشر ثواني على نهايه المباراه. تمرير وسط الملعب ارشيف قدر يسوي فيها لكن لا سوى فليب خاطئ او خلينا نقول فيك عشان يرجع للمرمى بشكل صحيح. باركا في هجمه فرديه يجيب ريز يتعدى الاول في الثاني. لا يا سلام يا باركا شو كيف خلينا نقول انه هذا فيك تكتيكي بصراحه. جاب الفليب ريست لكن ما تحركت الكره بالشكل المناسب او ما لمسها وضاع ارشي وما قدر انه يتجه لها بشكل صحيح. صراحه كان اداء حلو من باركا. لعب على اللاعب الاول اللي هو ريلتنج ويف وراح للاعب الثاني اللي هو ارشي وقدر يلعب عليهم كلهم من ناحيه انه سوى فيك جمب ريست وقدر يسجل الهدف الثاني مقابل لا شيء في اخر 50 ثانيه. يا عيني على الريد. نايس ريد من باركا. ممكن نشوف هدف ثالث ولا لا؟ يا الله عليك يا ريزرز زي ما عودنا دائما يسبق اللاعبين بسرعته الهائله هذه. شوفوا كيف تدخل على الكوره بسرعه ما هي طبيعيه من ريزرز ضد ريلتنج ويف. يا عيني عليك بدوا يوسعون الفارق وانت بوينت صراحه نقدر نقول من وجيههم تقدر تقول انهم خلاص بدوا يفقدون الامل لاننا احنا في اخر جيم لصالح هيت وفوق هذا ممكن نشوف في رد. لا ممكن يكون في رد لكن توتر عظيم لكن هذه ممكن تكون هدف. يا عيني للاسف الجيم حامي لكن شيء يقهر لما تشوف ان الجيم هذه بهذا الحماس وبهذه القوه تشوف النتيجه مقابل يعني او فارق 4 اهداف. طبعا النتيجه كانت متقاربه. اند بوينت اتجهوا للدفاع بشكل كبير وهذا كلفهم هدفين الان على مرماهم. 32 ثانيه تفصل عن نهايه المباراه بس اتوقع انه خلاص من المضمون اننا نقول الف مبروك لهيت تاهلهم الى الجوله القادمه بعد تسجيلهم للهدف الخامس. شو الفرحه شو الفرحه على وجوه اللاعبين خلاص ضامنين الجيم ضامنين الفوز وضامنين تاهلهم للمرحله الثانيه. ان بوينت قدموا اللي عليهم فازوا في اول 3 في 3 ولكن للاسف ما حالفهم اي حظ في 3 في 3 ثانيه ولا ال 1 في 1 والان نشوفهم في ال 2 في 2 يعني بخساره 5-0. لكن على العموم يعطيهم الف عافيه على المشاركه عندنا هنا في موسم الجيمرز ومشاركتهم الاكثر من رائعه بكل صراحه. هذه خبره اكتسبوها خليني اقول اول شيء لعيبه الشرق الاوسط بقدومهم هنا عن طريق السكرمات جمعت ما بين الفرق الاوروبيه والفرق الامريكيه. طبعا اند بوينت وهيت فريق اثنين من الفرق الاوروبيه الكبيره اللي عندها لاعبين كبار وريزرز يزيد خليني اقول الجروح ويعمق الجروح بهدف سادس على نهاية آخر ثانيتين من زمن المباراة. صراحة يعني بعد خسارة إند بوينت ضد سبيس ستيشن صراحة رجعوا لنا بمستوى ما توقعناه. كان يعني مستوى ما في أي أحد أتوقع يعني إنه قال إنه بيأدون هذا الأداء العالي. لكن صراحة قدموا اللي عليهم وللأسف ريزرز للآن شاد حيله يتوقع إنه خسران وقدروا يسجلون الهدف السابع. لكن شكر خاص لفريق صراحة يعني اند بوينت اند بوينت